في الفيديو بتاع النهارده انا مختار لك 10 12 كلمه كده احنا بنغلط في نطقهم كعرب ومقسمهم لكلمات للمبتدئين البيجنرز وكلمات للمتوسطين الانترميديت وفي اخر الفيديو كده كام كلمه للناس الادفانس. الفيديو ده هيبقى بالامريكان اكسنت. يلا بينا نبتدي مع بعض. نبتدي بالكلمات بتاعه المبتدئين، واول كلمه بلاحظ الناس اللي لسه بتتعلم لغه بتغلط في نطقها هي كلمه calm. الال سايلنت، اوكي؟ فقول calm. calm يعني اهدى، زي ما اقول لك مثلا calm down. calm يعني هادئ، و calm down يعني اهدى. ف calm ما تنطقش الهدى. هنا معانا هي كلمه island. island الجزيره، احنا بننطق الاس وده غلط، اوكي؟ بنخلط ما بينها وما بين دي دوله اسمها ايسلند اللي هي ايسلندا، انما دي island. island island. تالت كلمة معانا كلية، اوكي؟ بالامريكان اكسنت faculty. faculty faculty faculty. وبعد كلمة معانا وهي الشرطة، بتتنطق في الانجليزي تقريبا زي العربي، فبنقولها police. ده في الامريكان اكسنت police police، ما بتتنطقش police police police. الكلمة اللي بعد كده ودي أول كلمة في المستويات المتوسطة وهي schedule. schedule الدي مع اليو بيقلبوا بجا، بص أنا بقول جدول. schedule يعني الجدول أو جدول الأعمال أو جدول الأوقات. schedule. بعد كده كلمة inspiration أوكي، هو النطق في ناس بينطقوا inspiration عشان الفعل inspire، لكن الناون بتنطق inspiration يعني الالهام. inspiration. عندنا كمان كلمة increase كفعل معناها يزيد، الاس بتتنطق زي ما هي ما بتنطقش حاجة تانية. increase يزيد أو يزود أو يتزايد. increase وعكسها decrease. الكلمة اللي بعد كده هي series يعني مسلسل او تسلسل، يعني مثلا لما اقول لك تي في سيريز يعني المسلسل التلفزيوني، او برضه جمعها زي ما هي المسلسلات التلفزيونيه تي في سيريز، فما تقولهاش سيريس عشان سيريس دي كلمه ثانيه خالص. سيريز. اول كلمه معانا بقى في المستويات الادفانسد هي كلمه tyranny يعني الطغيان او الاستبداد. tyranny. تاني كلمة معانا الكلمة دي هي feature عشان تفرقها عن المستقبل future حاجة تانية، دي feature يعني سمة وجمعها features سمات، زي ما قولك مثلا this cell phone has a lot of good features يعني في سمات أو خصائص كويسة، سمات أو خصائص. feature. آخر كلمة معانا وهي كلمة priority يعني الأولوية مش priority. priority اوكي، لما تقول مثلا I need to set my priority يعني أنا محتاج، أو priorities ممكن تجمعها أنا محتاج أضبط أولوياتي. priority اوكي. لو الفيديو عجبك please share and like، ويسيب لي في تعليق كلمات تانية عاوزني أنطقها أو أفسر لك نطقها. thank you and wish you all the best.